ايه الاخبار يا ناس؟ حلو، عاملين ايه؟ وقال بيكم فيديو النهارده بتاع بيست ومنبه. بصوا، النهارده هنلعب جوست اوف تيل. ماشي، كان عندنا مهمه جانبيه واحده بس نعملها ونبقى كده خلصنا المهمات الجانبيه كلها. في مهمات جانبيه اكتشفت ان هي ما طلعتليش لانها جليتشت عند بعض الناس، عند الفريق اللي هم جوست اوف تالي. هنحاول نطلعهم. طلعوا ونكمل، ما طلعوش هنركز في القصه وقربنا نخلص. احتمال نخلص المره دي، احتمال نخلص المره الجايه، الله اعلم. بس فمش طالع اكتر من كده، خلونا نجيب اللعبه وخلونا نبدا المنبه. وبسم الله الرحمن الرحيم، اول خطوه انا جمعت كل الحاجات ورايح اكلم الشبح ده. خلاص كل اللي هي كانت عايزاه معايا، فخلونا نشوف هتديني ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا دونلان. بتقول مين اللي بيناديني يا ستي؟ هو في حد غير بيكلمك؟ انجزي بقى. بقول لها هو انا جمعت كل الحاجات اللي انت عايزاها. ماشي، عايز ايه بقى؟ The altar slowly opens. اوكي، المكان اللي قدامها فتح. بتقول السر بتاعي. بقول لها هو ايه ده؟ بتقول لي ده الارمر بتاعي. الارمر بتاعها كنت بلبسه في معركة بيريكليف، كان موجود لما انا واجهت اللهب الاخضر، ودلوقتي هو معاك. صلي وخده. هقول لها حاضر. ممكن اقول لها مش عايزه، بس هقول لها حاضر طبعا. هو انا عملت كله، انا قعدت شويه بدور، فانا هاخده الصراحه. طيب اوكي، انا هقول لها باي باي. بتقول لي هو ازاي حبيبي مات؟ فممكن اقول لها هو انتحر، ممكن اقول لها هو كان، ما فيش طريقه اعرف. ممكن اقول لها الاجابه مكتوبه على الاوبليسك بتاعه. هقول لها الحقيقه، هقول لها ان هو قتل نفسه يعني. فبتقول لي هو مات من ال من بتقول لي مات من السلاح بتاعي. هقول لها هو مات من اللهب الاخضر. بتقول لي يعني مات من الطيبه، او يعني عشان طيب. شكرا يا فار، خد مني الجزء ده وخليه معاك. لو محتاج اي حاجه انا موجوده. دي غلبانه قوي. اوه، عملنا ليفل اب. لسه جاي اهتم، لقيت حاجه حلوه. ماشي اوكي، فانا دلوقتي يا بنتي مش عايز اكلمك، انت عبيطه. قصدي دولنام حبيبتي مسكينه، معلش بس لازم اجمع الحاجات بتاعتك عشان اهرب بيها. حاجه تاني؟ اوكي، نحاول بقى نلبس اللبس ده ونشوف هيبقى عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، بسم الله. هي ادتنا ايه بقى؟ ايه ده؟ دي ادتنا ارمر ذهب يا جماعه. ممكن نجري بيه؟ وات؟ ايه ده؟ طب استنى عشان عايزين نتصور بس صوره. بس نتصور صوره بس ازاي اصور الصوره هنا؟ ما ينفعش كده، احسن بكتير. استنى يا بت، مش باينه هنا، هطلع فوق بقى في النور بقى احسن. تعالوا بقى نمشي من هنا، خلصنا اخر مهمه. بصوا بقى، المفروض دلوقتي مفيش مهمات جانبيه خالص. لحظه، دي المهمه الوحيده اللي ناقصانا يا جماعه، نروح للشور ونحل اللغز بس. مفيش اي حاجه تانية مطلوبه مننا الا اذا الجليتش ظبط. غير كده كان في ناس بتقول لي يا بيستي دوس اف 2 واللعبه هتخليك تجري للابد. لا مفيش الكلام ده، لا حضرتك يا فندم مفيش الكلام ده خالص. في ناس قالت لي يا بيستي عايزينك تحاول تكلم الراجل كانك الملك، اللي هو الراجل اسمه ايه ده، قائد الجيش، كانك الملك، ونشوف هيعمل ايه. الصراحه عندي فضول زيك بالظبط، ان انا اعرف. عندي فضول جدا، ولكن عندي فضول اكبر ان انا اخلص اللعبه دي عشان اعرف اركز في بقيه السلاسل اللي بنحاول نعملها في القناه. انا عايز اعمل جاز ستيشن سيميليتر هنا. بس نطلع احنا بس كده. اوكي، انا عايز انزل كده. عايزين بقى نشوف دلوقتي حد هيضايقنا ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، جو داون. احنا عايزين ننزل تحت. يا الساعة كام دلوقتي في اللعبة؟ الساعة دلوقتي في اللعبة ايوه اوكي كويس، عشان انا كنت عايز اروح للقائد ونجرب موضوع لبس الملك ده عشان ما تزعلوش. ماشي، تعالى الاول نشوف لو حد هيجري ورانا ولا. شايف لبسي؟ تعالى نكلمه كده. اوكي، بقول له ارمر جميل قوي، قصدي بوريه، بكلمه بيقول لي الارمر بتاعك جميل قوي يا سيدي. فقشطة، ما اظنش ان هو عايز مني حاجة يعني. في سرير فوق تقريبا ممكن ننام فيه، نخلي الدنيا صبح. بس الاول نكلم الراجل، هكلمه الاول وانا لابس الارمر ده، وبعد كده اكلمه وانا لابس ارمر الملك. هو فين ده؟ مش هنا. شكرا، شكرا ليك يا فندم. تقريبا لازم انام شويه. بص يا ابني، كان في سرير هنا ولا كان فين؟ كان فوق البتاعه دي تقريبا. استنى كده، بس انا متاكد يعني ان في سرير هنا في مكان ما. بما اننا بالليل برضو، عايزين نحاول نكلم الفارين. هي المهمة عشان تتفتح لازم نكلم الفارين جوستو فيتالي، او اكشلي فيتالي، بس نكلمها وهي نايمة.
نه ركز دلوقتي موضوع الملك ده، خلينا نركز في اللي بنعمله. اوكي دلوقتي احنا مفروض كيرالد قال لنا روح يا بيستي على مش بيستي يعني هو كلام الفار، بس قال لي روح شوف الشور في لغز عنده نديته لك، حل اللغز تلاقي الكنز، الكنز ده هو اللي هيكمل لك مصيرك يعني. عايزين نشوف الحوار ده. مثلا اللي قال لي زرار اف 2 بيخليك تجري للابد ده كان كذاب. اه صبري هو يا صبري دخلت دورت على النت قالوا لي ما فيش حاجه كده. ماشي اوكي كده وصلنا للسلوبس، ومن السلوبس بنروح على الشور صح. هوبا من هنا نروح على الشور. اوكي تعال نسجل احسن، وده ما يحصل حاجه والدنيا تبوظ ونضطر نعيد كله تاني. بس كده ما سنيك شويه عشان بس يجري كمل جري. فين بقى المنطقه اللي ممكن انزل بيها بالحبل اهي؟ انا عايز انزل بدي. هوبا ده الحبل السحري يا جماعه. الحبل ده مشهور جدا بانه بينفصل عن نفسه لما بيوصل ارتفاع معين، وهو الارتفاع اللي جاي ده. فبسم الله الرحمن الرحيم نبدا الانفصال. ايه ده الاحراج ده؟ ايه ده اللف بتاعي قاله؟ وزي ما انتم شايفين الحبل شغال زي الفل ما فيهوش حاجه. انا بس مش شخص شرير بس. ماشي ممكن تبص لي يا فر. اعلى حاجه ايه ده؟ سجلت ولا ايه؟ يلا وانت بتورش كده مش مشكله. احلى حاجه ان الحلقه اللي فاتت كنت بقول لكم على الودان كبيره وبتاع، بعدين اكتشفت ايه ده؟ ده كده هرب انا بعمل ايه؟ بعدين اكتشفت انه للاسف الودان الكبيره ما طلعتش قوي، يعني لازم تعمل بوست في حته معينه عشان تشوفها. فانا اسف انا ما كنتش واخد بالي غير وانا يعني بعد ما نزلت الحلقه يعني. انا كنت فاكر ان الودان بقت كبيره، لا هي كانت كبيره وما بقتش كبيره. بس جدير بالذكر برضو ان انا موت اخر عنكبوت واخر دوده، يعني عشان اخد اصلا واحده من من الحاجات اللي كنا بندور عليها كان لازم اموت اخر دوده غصب عني. بس ما الدنيا ضلمه كده. السفينه ظهرت هناك اهي، المفروض الكنز هنا في مكان ما بقى كده بقى. بس فايه بقى اللغز كان ايه؟ اللغز كان بيقول يا جماعه الخير انه بوكس بريير سكرول، لا مش دي، شور ماب هاربر ماب كيز، لا ميسلينيس، لا كويست. اوكي مدفون على العظام، لا على على شاطئ العظام في المكان. وذا شادو اوف ذا كروز نست فولز ات 5، في المكان اللي ضلت الغراب بتبقى موجوده فيه. ايه ده انا خدت شل. بتبقى موجوده فيه الساعه 5 ات 5. اوكي طب فين النست كرونست ده؟ فين الغراب اصلا يعني؟ عايزين نعرف الاول الحته اللي ممكن يكون فيها كده ايه، وبعد كده ننام ونصحى الساعه 5 نروح نشوف الضله هتبقى فين. بس الاول نفهم بس ايه ضله الغراب دي. حاسس انها هتبقى هنا في مكان ما. وللتوضيح انا ما بغش، بقول لكم انا غشيت، انا دلوقتي ما غشيتش حاجه يعني. انا دلوقتي او انا ممكن اصلا اللي بقوله ده يكون غلط على فكره. ممكن يكون ما فيش غراب ولا حاجه. عشه الغراب هتبقى فوق شجره صح؟ هو الشجر كتير. الساعه دلوقتي في اللعبه كام؟ 7 الصبح. لا لازم ننام لغايه 5، لغايه 5 العصر يعني. هنام لغايه 4 العصر بعد كده اجي هنا تاني. اللعبه كده شكلها حلو قوي بجد. اوقات اللعبه دي بيبقى شكلها جميل، تحسها كده لعبه نيكس جن كده. عموما كان في سرير قدامنا شويه فهنروح له. فكر اكله خلاص بدل ما انا بعمل كده. والله بدل ما انا عمال استنى الاستمنه كده تملى. عايزين نروح المبنى اللي قدامنا ده اللي انا قتلت الدود اللي كانت فيه. عشان كده في سرير هنا عشان لو جاي هنا بدري تنام. اوكي فهمت. ده السرير او المكان اللي كان فيه ال اسمه ايه ده؟ اللي كان فيه الدوده الاخيره اصلا. فاكرين الدوده الاخيره دي اللي كانت هتموتنا قبل كده؟ كانت موجوده هنا
وكان وراه قنينة. هي ماتت اهي، رميت عليها قنبلة. ماشي، ننام لغاية الساعة 4. حلو، وندور نعمل ابحاثنا كده نشوف فين العشة، بعد كده نشوف هتبقى فين الساعة 5. فتمام كده، اوتو سيف دون. فتمام، الله على شكل اللعبة كده يا اخوانا، والله العظيم تفتح النفس اقسم بالله. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا مودلز. ماشي، نروح بقى ندور على عشة الغراب. الدنيا كده بدري قوي او صبح قوي، قصدي شمس قوي. عشة الغراب، يعني ايه عشة الغراب؟ مش عشة الغراب يا جماعة، مش قصدي المشرومز. احنا بنسمي يعني احنا بنسمي المشروم عشة الغراب، لا عشة الغراب يعني العش بتاع الغراب فعلا، او ده اللي انا فهمته يعني. فدلوقتي نركز مع الضلع على الارض، ولا انا بحاور ولا ايه؟ هو انا يا اما بستسكى قوي يا اما بحاور قوي. احنا بندور، عشة الغراب. انا عمال ادور يا جماعه بعناية كده، بشوف لو في ناس هنا ولا هنا، عش هنا ولا هنا. انت ممكن تكون شفت حاجه ما شفتهاش اصلا، انا ما اعرفش. هو انا اللي حاسس ان هي دي ولا ايه ده؟ لا مش دي. هو فين في غربان هنا؟ يمكن صوت غربان مثلا. اغشها ولا بلاش؟ بجد انا مش عارف اغشها ولا بلاش. ما ينفعش تبقى فوق صح؟ اظن ما ينفعش تبقى فوق. لا دي فتحه عاديه دي. طب هو في حاجه تانية ممكن تساعدني اعرف؟ ساعة دلوقتي almost خلاص الوقت. scroll of battle of age sure map. طب كان يديني خريطة يا اخوانا بدل القرف اللي هو مدخلني فيه ده. لا مش ده برضو. هو انا معيش غير اللي قالهولي للأسف. اوكي، قال لي في المكان اللي فيه ضلة عش الغراب الساعة 5. غشة والله اقدر احلها بنفسي، انا مش شايف عشة الصراحة. استنوا بقى عشان ايه، استنوا بقى. جوست اوف تيل ريدل، معلش انا اسف بقى، بس يعني عايزين ننجز في القصه. ايه ده بيقول لك لازم تعمل حاجه بقنبله؟ لحظه، لحظة كده، بيقولوا في قنبلتين هنا في مكان ما. قنبلتين؟ فين ده؟ فين القنابل دي؟ هي دي؟ اوكي. وبعدين؟ حطها فين دي؟ أعمل بيها إيه دي؟ ده تنفجر بيا يا اخوان. اعمل ايه؟ اعمل ايه بقى؟ اجري اجري. انا عملت ايه كده؟ طب افرقع دول على طول؟ افرقعهم فين دول؟ ما فهمتش. لا استنوا بقى، انا عرفت منهم ان دي قنابل بس مش عارف اعمل بيها ايه والله. استنوا، هي حاجة مش مفهومة.
مش فاهم والله. استنوا يا جماعه، شوفوا يا جماعه فيديو كده عشان واضح ان انا اصلا يا اما غبي يا اما هي حاجه صعبه فعلا. هو حطها فين بقى؟ لحظة، انت خدت القنبلة وحطيتها فين يا اسطى؟ اوكي تمام. والله لا غشها. استنى ايه يا اسطى كل المشي ده فيه ايه؟ ده مشي كتير قوي يا اخوانا. اوكي فهمت. انا عايز اخد قنبلة من هنا كده واحطها فين؟ بص بقى، هنفضل ماشيين كده. طب ما تسالونيش ليه، لان كل الناس اللي بيردوا على بعض في بالنسبه للمهمه دي بيقولوا لبعض هو ليه، فالتاني بيقول له ما اعرفش. كل شويه حد يقول له ليه، يقول له ما اعرفش. يعني حد يسال حد ليه والتاني يقول له ما اعرفش. فاحنا هنوصل لغايه هنا كده ونعمل كده ونولع دي. لحظه دي، طب فين يا بيستي عش الغراب في الموضوع؟ هو حرفيا ما حدش عارف، يعني هو فعلا حرفيا ما حدش عارف ليه. فين عش الغراب بقى؟ وازاي اصلا نعرف المفروض نستخدم القنابل؟ دي الحاجات اللي الناس بتشتكي منها. بص اللعبه فيها عيوب الصراحه. ايه ده؟ أمه بتكلمني ليه؟ بتقول لي انت شكلك في حفره يا حبيبي. هقول لها انت خوفتيني. ليه يا حبيبي؟ ضميرك مأنبك؟ ابعد عن الصندوق ده دلوقتي. ليه؟ طلعت سكينه. وات؟ الو، بتقول لي عشان اخلي سكينتي تفضل نظيفه. اه يا ندله، انت بتبعد وتاخد كام خطوه لورا. تمام، كفايه قوي كده. انت عملت حاجه كويسه يا حبيبي. احنا كنا بندور على سجن الكابتن باودر كيج بقالنا فتره طويله قوي عشان ناخد الكنز بتاعه. انتوا قصدك مين؟ انت وفستس؟ فستس ها المتخلف ده، ده حتى ما عارفش اسمي ايه، ما عندوش اي طموح خالص. هي قصدها على فستس ده اللي هو الراجل اللي في المجاري يا جماعه. اوكي، انا قصدي انا وفولكر السجان، هو كان زميلي في الاول. او فولكر يا حبيبي، عشان تفتكر ان انت كنت صح كل الوقت ده. انا اسف ان انت مش هنا عشان تشوف الكلام ده. هو وحشني جدا، احنا كنا مع بعض. ايه ده، كانوا بيحبوا بعض هي والسجان. اوكي، بس اظن ان تضحيته حاجه كويسه. هو انت قتلتيه؟ انا؟ اوه اكيد لا. احنا كنا حلوين قوي مع بعض انا وهو، بس هو كان عنده اعداء كتيره بالطريقه اللي هو كان بيعملها دي. كان بيسرق حاجات من الناس وبيسرق حاجات من مقابر وبيقامر مع الناس، وكل ده وهو بيدور على كنز الكابتن. كان قرب قوي ان هو يلاقيه، بس بعد كده مات. بس عمره ما وصل زي اللي انت وصلت له ده. هقول لها انت ازاي عرفتي مكان الكنز؟ الضفدع اللي في السجن كريلود مش كده؟ بيتكلم وهو نايم، والحراس سمعوه بيتكلم، وفولكر سمعه بيقول للحراس The lake witch found pig cave and returned late. مش فاهم الجمله دي معناها ايه الصراحه. هما بيقولوا ان الكنز بيتكلموا عن ساحره يعني، ومفروض ان الكنز كان مكان الساحره يعني. بتقول فزورته. هقول لها ده قال لي ان انت فاره كويسه. بتقول ده غبي جدا ومقزز. هو كان بيقول ان الكابتن بتاعه عايش، بس الجثه بتاعته كانت في ميته في الزنزانه اللي جنبه. قال لها خد الكنز، انا بس محتاج للتشاردز. بتقول لي هعمل ايه معاك؟ فقول لها، بتقول لي انا هعمل فيك ايه؟ فقول لها ممكن بس اخد كوبي من الحاجات دي. فبتقول لي هتبقى قصه جميله مش كده؟ الفار المغني اللي راح لبيري كليف، مش بيري كلاب، بيري كليف، بيري كليف عشان يلاقي حبيبته. بس كل القصه محتاجه تنتهي في مكان ما، انت عارف ده. ودلوقتي قصتك بتنتهي في الحفره دي. انا سمعت ان انت اديت اسمي للكوماندر، ودي ما كانتش حاجه كويسه منك. انت بوظت كل حاجه انا بنيتها. انا لازم امشي. تمشي؟ لا ما اظنش انك هتمشي يا غبي. الطباخه اخذت جوهره من الصندوق بتاع القرصان. بتقولي لو في اي تعزيه ليك في الموضوع ده، موتك هيخلي ام العجوزه جدا جدا. ايه ده؟ ايه ده؟ بيقول ان هي بدات تصرخ وعينيها رجعت لورا خالص. والفرو بتاعها ولحمها بقى واضح، وعظمها بقى باين، وفي ثانيه واحده بقت مختفيه. والكريستاليكه بتنور اخضر. ايه ده؟ الجرين فليم، الولايه اتحلت في وات.
ايه ده؟ الو؟ الو؟ وات؟ الو؟ سكرين شوت بسرعة. انت بتتكلم في ايه؟ الو؟ انا ما اقدرش اجري. ليه ده فتح كل ليه؟ اوكي الشبح بيكلمني تقول لي يا فاريا كويس. هقول لها انا محتاجك، سامحني يا فاريا كويس، ما ينفعش اعمل لك حاجه. الجرين فليم صحيت، اقول لها بالاخضر صحي، انا لازم الاقي مساعده، لوحدك مش هتعرف تعمل حاجه، جمع زملائك وثق في ان الموضوع ما تاخرش، الاحياء بس هم اللي يقدروا ينقذوك دلوقتي. زملائي قصدها على ايه ده يا جماعه؟ اللعب الاخضر بقى في كل حته. الو ايه ده؟ هو حرفيا عمال بيصحي الاموات كلهم. وات؟ اروح اكلم الكوماندر ولا ايه؟ اروح اعمل ايه؟ وايه حوار اللعب الاخضر بجد ده؟ يا نهار ابيض. طب اعمل ايه؟ انا مش عارف اعمل ايه بجد، انا مش مرتاح. اللعبة عمرها ما كانت حاجة زي كده والله، اللعبة فعلا حرفيا عمرها ما كانت حاجة زي كده. في ايه؟ ما كلهم بيجروا ورايا اصلا وانا ما اقدرش اجري، دي الفكرة. طب بالنسبة للتشارت بقى، انا حاسس ان هي قصدها ان انا اروح اكلم اللي اسمه ايه ده يا جماعة، الفران كلها جمعهم، فاهمين؟ طيب اظن ان انا دلوقتي في امان، اظن يعني. فانا دلوقتي محتاج اكلم الكابتن صح؟ طب تعال نسجل الاول. ماشي سجلنا، نجري بقى نروح للكابتن. لما بكون بنور احمر على فكره ما بعرفش انط، ما بعرفش اعمل اي حاجه، بيكون الاستامنه بتاعتي راحت خالص. والله كنت هنزل ترينر قبل ما اعمل الفيديو ده عشان اجري للابد من غير ما حد يوقفني، بعد كده يا عمي هبوظ اللعبة كده، يا ريتني بوظتها حقيقة، يا ريتني بوظتها. اوكي دلوقتي احنا هنا عايزين نمشي كده لو انا مش غلطان، لا مش كده، عايزين نمشي من عند النار دي عشان نروح الهاربر تقريبا تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب اكتب هاربر يا رب. اه هو الهاربر. اوكي ماشي وصلنا الهاربر. هوبا افتكرت لها باخضر عنده والله. طب هحاول اكلم الراجل ده الاول. بيقول لي ديلك ماله، هقول له عديني عايزين نروح اللعب الاخضر رجع. يا ابني عديني، هو مش عايز يعديني ليه؟ اه هو بيعديني اهو. اوكي اوكي نيفر مايند، انا قلت له يلا انجز اللعب الاخضر رجع، ما رضيش يعمل معايا حاجه. ما ينفعش اخش من هنا. هو الكابتن فين؟ اوه بانر، هموت واحرقه هموت واحرقه. الكابتن فين يا اخوانا؟ يا ابني مش مصدقني برضو. اكلم مين طيب؟ اكلم الكوماندر؟ اكلم مين والله في الموضوع ده؟ اقول لمين ان اللعب الاخضر رجع؟ محدش مصدقني فعلا، محدش مصدقني. طب اعمل ايه بقى؟ انا هطلع فوق خالص، هكلم. انا بفكر والله ان احتمال اكون محتاج اكلم، عارفين مين؟ بفكر ان احتمال اكون محتاج اكلم سلاس في السجن، اقول له يا سلاس حصل كذا كذا. فمش عارف بقى، طلعني فوق يا ابني. احنا دلوقتي وصلنا لمرحله ان بجد انا مش فارق معايا الجلتشات اللي حصلت في المهمات الجانبيه، انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل بالظبط والله العظيم. ايه ده؟ الو الو اكسكيوز مي، ها هو ايه اللي بيحصل؟ سلاس الكوماندر بيقول لي يا برايفت سكاو،
انت هنا عشان تشوف العدالة بتاخد مجراها. هقول له ده بريء. بيقول لي عايز تاخد مكانه. هقول له الراجل ده بريء. هل انت عايز واحد بريء يموت على ضميرك؟ بيقول لي لو هو بريء هل عندك حاجه تثبتها؟ يعني بيقول لي لازم حاجه تثبتها. هقول له انا هثبتها لك. طيب ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ هقول له الموتى صحيوا. ايه الكلام اللي اي كلام ده؟ انت شارب ولا ايه يا سكاو؟ ارجوك يا سيدي انا عارف الفار ده انت ممكن تثق فيه. سكاو انت فار؟ قصدي يعني مش جورد ده. شنو هو كمان؟ هقول لهم انا عملت كل اللي اقدر عليه عشان اساعدكم كلكم. بيقول ده سرق الخاتم بتاعي. هقول لهم بعض منكم دلوقتي زي اصحابي. بيقول ده بيتكلم عني. هقول لهم بس انا جيت احذركم ان الارض دي في خطر. بيقول لي مش هسمع كذب من فور. بيقول له هو بيقول الكلام ده عشان ينقذ صاحبه من المشنقة. يا حراس اقبض عليه. حاضر. ايه ده في حد ضرب على راسه. ايه ده مين ضرب مين على راسه؟ ايه ده البلاك سميث ضربه على راسهم. بيقول لي انت عملت ايه يا فار يا العين انت سميثي؟ انت بتعمل ايه؟ ودلوقتي يا كوماندر اقعد هناك ولا انت كمان هيحصل لك زي ما حصل لهم. هو ضربهم على راسهم بشاكوش يا جماعه. الصندوق ده مليان الصندوق مليان كريستالات مدفونه في شاطئ العظام وانت فتحته مش كده يا فار؟ انت كنت عارف عن الصندوق ده؟ صندوقي انا وانا حذرتك ان انت تسيب كل حاجه مكانها مش كده؟ انا ما كانش عندي اي فكره ان ده هيحصل بس انت عملت اللي عملته ده وخلاص. يعني انت كمان قرصان يا ايه ده؟ الحداد هو القرصان اوتو باودر كيك بعد ده كله؟ الحداد هو القرصان يا اخوانا. القرصان اللي كنا فاكرينه ميت اللي كان دوتو فاكره ميت. يا لهوي اللعب الاخضر هو انت جننت؟ اللعب الاخضر مجرد اشاعه. اوكي انا شفت الفريق بتاعي كله لحمه بيسيح من اللعب الاخضر. دي مش اشاعه اسمها ايه خرافات يعني خرافات. ف بيقول لي هم مشوا وراك لغايه هنا؟ فهقول له لا هم اتدمروا قبل ما يخشوا الكهف. يبقى عندنا وقت نوقفهم ازاي؟ بان احنا ندمر عظامهم. بس في كتير قوي منهم رولو وكابتن لو سمحتم فكوني انا ممكن اساعدكم. فكناه اوكي خلاص كده اسمه ده مش هيموت ها اللي هو سلاس. انت ممكن تشاركني لو عايز يا كوماندر. انتوا مش تبعدوا جامد اوعدكم. الريد بو ضربوا في دماغه. اوكي سميزي سترايز اوفر ذا فورج اند بولز اوت ا بيج هامر. بيطلع شكوش كبير. قابلوني عند شاطئ العظام يا فار جنب الحطام بتاع الساحره بتاع بحيره الساحره وخليكم مساعدين للمعركه. ذا سميثي هيريز ثرو ذا ويست جيت and is quickly out of sight. Silas places the paw. اوكي ماشي روح يا طالب وانا اكون معاك قريب. انا بدي لك كلمتي هشوفك هناك. اوكي هات منديلك يا بقى كتير ما سالتش منديل. طب هل هما دلوقتي بيجروا ورايا؟ هات منديلك انت كمان يا ما بيجروش ورايا. لا ده الكوماندر يا جماعه كده مش هنعرف نعمل حاجه يعني كده مش هنعرف نعمل حاجه. بس الحداد طلع صاحبهم ماشي سوري الحداد طلع البايرت القرصان الاساسي وساعدنا ودلوقتي هم طلعوا من الويست جيت. الويست جيت دي مش دي صح؟ هل دي بتفتح الباب؟ يعني هل ده ممكن يفتح لي الباب دلوقتي؟ اوكي هقول له ما ينفعش اخليه يساعدني. اوكي ماشي نيفر مايند يبقى انا هروح عادي يا جماعه. دلوقتي هدفنا نروح للشور يا جماعه بس الاول قبل ما نروح للشور استنوا كده عندي فضول ابص على حاجه. اهي صاحيه اهي. اوكي في تالي صاحيه بيقول لي اهلا تايلو انت كنت فين؟ جوستو اصحى ها في ايه؟ بص مين هنا؟ قلت لك احنا مستعدين عشان نمشي من غيرك. اوكي بيقولوا لي تعالى معانا. بقول لهم مش هينفع اجي معاكم انا عارف ميرا فين. فبيقولوا لي بس احنا كنا مستنيينك انت متاكد مش عايز تيجي معانا؟ اقول لهم اه متاكد. طيب انت كنت كده هتبطئنا. مع السلامه يا فور اتمنى تكون عارف انت بتعمل ايه. هما الاثنين مشيوا. وات الفريق مشي يا جماعه. يبقى ما كانش في جليتش ولا ايه؟ ولا فعلا جليتش حصل وانا ما ينفعش اوكي على الاقل احنا عرفنا دلوقتي ان انا ما ينفعش اتفاعل معاهم يعني ما ينفعش اعمل معاهم مكة تانية يعني فمش مشكله. عملت سيف وبسم الله ويلا بينا على الشور علشان نتعارك مع الاشرار. انا مش مصدق الصراحه اللي بيحصل ده والله العظيم حقيقي مش مصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي هنروح على الويست جيت اللي هي دي، هنروح نقابل الفيران هناك رولو وسلاس او باودر كيج وسلاس ونتوكل على الله. انا منشكح، تخيلوا خلص الاول النهارده والله العظيم، تخيلوا تخلص النهارده هتبقى سلسله كانت جميله وروعه الصراحه. هزعل والله هزعل، انا مبسوط ان انا خليتها ساعه الصراحه. انا اصلا بسجل الحلقه دي عشان بس تعرفوا بسجلها امتى، بسجلها بعد ما علقت على البطوله بتاعت لوجيتك اللي هي بتاعت لعبه السبعات اللي تابعنا على تويتش في البطوله، فاللي هو انا فاصل فاصله بنت لذينه وكنت داخل انام والله بعد الاستريم، بعد كده قلت طب ما لحظه انا عايز اشوف النهايه بقى بجد، فقررت اني العب. ماشي، يبقى مجرى الاحداث عامه هو اللي بياخدنا للي احنا فيه دلوقتي ده. يمكن كان في نقطه معينه هي اللي نقدر نعمل فيها سايد ميشنز، بس على الاقل على الاقل احنا خلصنا السايد ميشنز المهمه كلها، ده اللي نقدر نقوله. انا نفسي احرق ده. نفسي احرق ده والله، نفسي احرق ده بجد. تو ريسكي تو ريسكي تو ريسكي تو ريسكي. طب ليه؟ طيب طب انا اقتل دول ازاي؟ طيب اعمل دي كده ماشي، وانت اعمل دي كده. يلا روح، بسم الله الرحمن الرحيم. احرق بقى، حرقته. حرق ايه ده يا جماعه؟ انا خدت اتشيفمنت ان انا حرقت كل الاعلام والله العظيم، انا خدت اتشيفمنت دلوقتي حالا ان انا خلصت كل الاعلام خلاص، فاحنا حتى الاعلام خلصناها كلها، حرقناها كلها، مش ممكن والله. ماشي، الى الشور لانقاذ مر ونروح لهم باللهب الازرق. يلا بينا يا جماعه، اللعبه دي بسطتني قوي وفرحتني قوي والله العظيم بجد، يعني الواحد اتبسط قوي وهو بيلعبها حقيقي، الواحد فرح قوي وهو بيلعبها. اوكي الويست جيت دي فين بقى؟ هو مكتوب لي ايه في المهمه؟ سيلاس اند سميثي about to join the return to the bone shore and be ready to fight. اوكي ارجع لشاطئ العظام واستعد للقتال بروح الرجال. تفتكروا هنمسك سلاح؟ لان لغايه دلوقتي لو تاخدوا بالكم ما مسكناش سلاح. اه مسكنا اسمه ايه ده في ايدينا باين كونز ضربنا بيها، ومسكنا خشب في ايدينا بس ما مسكناش سلاح. فين بقى؟ فين سلاس وفين اسمه ايه ده؟ بص انا دلوقتي عامل ازاي؟ دلوقتي ما اقدرش اجري. ها شاطئ العظام هناك اهو، يا رب اكون ماشي صح. في نار هناك، تعال نمشي على النار. ما تقتلنيش بليز، ما تقتلنيش بليز. هو انا اقدر انط بس ما اقدرش اجري، ما تموتنيش بليز. في كام واحد بيجري ورايا؟ واحد بس. اوكي يعني هما فتره كده او مسافه كده ويسيبوني. طب انا اكون ماشي صح، مش عايزين نضيع وقت تاني. ومبسوط ان انا صراحه غشيت في حاجة بتقولك انك لو عديت من هنا مش هترجع تاني. اوكي طيب هما دلوقتي بيتخانقوا. رولو جيب القنابل بسرعة وحطها عند الشست. يا نهار ابيض، لا استنى بقى لما اخذة يعني، بس يعني قوم بالواجب يا اسطى. اوكي ده احنا عندنا وقت نعمل فيه الكلام ده. يا لهوي في فوتو مود، كنا عايزين فوتو مود والله نصور شويه. اوكي لازم ناخد القنابل ونقربها من اسمه ايه ده ونفرقعها. فين القنابل؟ الو فين القنابل؟ اهي اهي في قنبله، اهي في قنابل اهي. اوكي 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 هات القنبله دي، بسم الله. وانا ممكن افرقعها فيهم كلهم لحظه كده. ولا مش كده انتوا كي هدي اجري اجري. اتضربت. صعبه 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 والله. هو مش قايم بالواجب ليه؟ في ايه؟ هو مش قايم بالواجب ليه والله الواد ده؟ طب تعالوا ورايا كده، تعالوا ورايا، تعالوا ورايا كلكم، تعالوا عندي كلكم، تعالوا عندي.
اوكي انا ينفع اموتهم فعلا، بس الوقت خلص خلاص، الوقت خلص خلاص، ما انا مش عارف اعمل حاجه طيب منهم دول، اعمل ايه؟ ايه ده؟ موتنا. ريلود لاست سيف. استنى بقى عشان دي محتاجه تركيز والله. كويس انا سجلت هنا. انا مسجل فين؟ عايزين نسجل اقرب كمان. عايزين نسجل عند اقرب صندوق والله العظيم. صعب يا جماعه، بس دي النهايه شكلها، شكلها اصل اللعبه لما تقول لك خلاص دي نقطه عدم الرجوع او عدم العوده، اعرف ان انت خلاص كده، انت كده بتختم اللعبه خلاص. انا هقعد انط كده زي الارنب، يمكن امشي اسرع. اعتقد كده بمشي اسرع اعتقد. ماشي. عايز اسجل بس. عايز اسجل بس. بس كده اوكي. سجلنا. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا اجري بقى. هو اللي استنى. اللي استنى بتخلص بسرعه قوي يعني، حتى لو مش بجري اللي استنى بتخلص بسرعه وهم حواليا. اوكي فهمت. في خمت لازم اتجنبهم خالص. يا دي النيله جايه عليا برضه. ماشي. الحته الجايه دي يا جماعه مطلوب مني اخد القنابل احطها عند اسمه ايه ده بسرعه. احطها عند الصندوق بسرعه. ساعتها نخلص اللعبه خلاص تقريبا. الله اعلم، ما اعرفش والله. ساعتها صحيح ازاي ساعتها نخلص اللعبه؟ لسه ما لقيناش اسمها ايه دي. امال ليه بتقول لي مش هترجع تاني؟ اوكي. ماشي. حاضر. ايوه اضرب لي ده، اضرب لي ده، اضرب لي ده. اضرب لي ده. هو مركز معايا انا ليه يا كابتن والله. اقتله. ماشي. اوكي ماشيين كويس. ماشيين كويس، ماشيين كويس، كأول صاروخ ماشيين كويس. كأول اسمه ايه ده؟ حطه هنا. ماشي. هات دي. فرقة. اجري. أول واحدة، أوكي. أوكي. بقول له أعمل إيه؟ هما كتير قوي. بيقول لي عشان كده بنسميه شاطئ العظام. بيقول لي فين زلاز ده؟ فأقول له هو بيجا، هو أقسم لي. بيقول لي على الأقل إحنا الاتنين بنحارب. أنتوا الاتنين؟ قولوا إحنا التلاتة. زلاز جه بقى داخل بقى أحمد السقف نفسه بقى. أوكي زلاز بيساعد أهو. يا نهار أبيض، ده طلع منين ده ليه كده؟ أوكي. حاول نعدي حواليهم من غير ما حد ياخد باله مننا. في واحد خدوا كلهم باله مني. لا بليز، 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 لا اضربوهم، اقتلوهم. ايوه احموني. انا فرصه. طب ما اضرب انا وانتوا اجروا بالبتاعه يا عم، تقيل عليا والله. اهو بس اهو فرقه. اجري. ماشي فاضل واحدة. بيقول لي عاش فور من الاخر. هقول له الكريستالة اتشرخت شوية بس لسه ما اتكسرتش. فبيقولوا لي لازم واحدة كمان، اضربها مرة أخيرة. أوكي. مرة أخيرة هي. المرة الأخيرة هي، يلا. أنا سهل. الحقني يلا فور يلا. الله يبارك لك، والله العظيم الله يبارك لك. قتله في آخر ثانية. أنا أصلاً متدمج جامد على فكرة. أوكي كده محدش شايفني خالص طالما أنا بعرف أجري. كده حد شايفني. في واحد بيصحى. نحط دي قبل ما يصحى بس. نبدل. نضرب. اجري. نهاية. اوكي. كلهم اختفوا. تمام. ايه ده في ايه؟ تايلو انت كويس؟ انت اتأذيت؟ انسى الفار ده. ساعدني نقفل الصندوق. الفريق الجوردين بيقفلوا الصندوق. والحداد بيقفل القفل جامد. تايلو انت كنت رهيب، ده فيتالي بيكلمني. وجوست بيقول لي بس ما كانش تو لونج. هو انتوا الاثنين بتعملوا ايه هنا؟ سلاس بيسالهم يعني، بيسال الفرين فيتالي وجوست. فيتالي بيقول له احنا شفنا المعركه من بعيد عند الكهف. عند الكهف اه.
ووصلنا لكم في اسرع وقت ممكن. احنا عمرنا ما بنهرب من المعركه، بس دايما بنوصل بعد ما المعركه بتخلص. طيب يعني مفيش كنز يعني؟ تايلو الفار الغبي ده، انا ممكن اقطع رقبتك على اللي انت عملته. انا مخبي الموضوع، المخبي الصندوق ده بقى لي 20 سنه، سبت كل حاجه ورايا وقدامي عشان اسيبه مقفول، ودلوقتي كابتن انت اوتو باودر كيك. كفايه كده، اعتقد ان الفار عرف هو عمل ايه. تمام، بس انا لسه متضايق منه. هقول له انا عملت ده عشان مره. هقول له ايوه، بيقول لي ايوه كنت هتقتلنا كلنا، دي مش غلطتك انت. بيقول لي يعني مش غلطتك انت، ازاي كنت تعرف ان في حاجه زي كده هتحصل؟ فقول له هقول له كان عنده حق، انا اللي طلعت اللعب الاخضر، يعني انا السبب في كده. فده بيقول ايوه انت دمرت الصندوق. بيقول لي لا لا لا، الكريستالات ما كانتش مصدر اللعب الاخضر، هي بس مجرد زي القناه كده لقوته، يعني ده مش اللعب الاخضر اصلا، فاهمين؟ انت ازاي عارف ده؟ انا لقيت الكريستالات دي في بيريكليف، وايا كان المكان اللي فيه كريستالات دايما بيجي وراه الموتى، ولقى واللعب الاخضر يعني لسه موجود وما هزمناهوش خالص. اوكي، ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ ايه المنظر ده؟ ايه المنظر ده؟ في ايه؟ دول بيعتصوا وبتاع. الو، هو في ايه والله؟ تنفع دي سكرين شوت؟ نكلم جوستو الاول. ايه الاخبار يا فور؟ بقول لهم جوستو وفيتالي انتوا جيتوا ورجعتوا عشاني؟ بيقولوا لي ما تبقاش بس كده حنين كده. بيقولوا لي احنا ما مشيناش اصلا، احنا بس كنا محتاجين نشيل شويه حاجات. اقول لهم باي باي انتوا الاثنين. بيقولوا لي يعني خلاص كده؟ اقول لهم لا، في حاجه كنت عايز اقولها لكم. بيقولوا لي ايه؟ اقول لهم باي باي انتوا الاثنين. بيقولوا لي خلاص كده؟ طب ايه؟ فاقول لهم اه خلاص. فيتالي بتديك حضن كبير، مع السلامه يا تايلو. فيتالي عايز ايه؟ رجعي له اللي انت خدتيه دلوقتي. الفار بيرجع لك كل حاجه في شنطتك. هيعمل ايه انا هو بالفلوس دي دلوقتي؟ رجعي له الحاجات الثانيه. تايلو انت اول مره جيت السجن بتاعنا انا سرقت منك البلاك لوتكا اللي كان سرقت مني العروسه بتاعت الابني. هقعد ساكت، ما كنتش عارف انا باخد ايه، بس لما شفتها كان الموضوع اتاخر قوي، فما كنتش عارف ارجعها لك ازاي. هو لك تقولي لي وخلاص. هو كان اسمه ايه؟ كان اسمه برين، ده كان اسم حلو قوي عشان ميرا اختارته. امسك، انا اسفه جدا. اوكي، اديتني لوتكا تاني. انت بتقول لي هعرف انام دلوقتي عشان كده ما كانتش بتنام بالليل. المهم اما فوق كنا اتكلمنا بالليل عشان هي ما كانتش بتنام بالليل عشان في حاجه مضايقاها. طلعت كانت متضايقه عشان سرقت العروسه اللي على شكل ابني، فكانت زعلانه، كانت زعلانه من نفسها. انا عرفت طبعا ان جوزته ولد وفيتالي بنت، ما كنتش اعرف الاول. خلونا نكلم سلاس. انت مستعد يا فار؟ هقول له طب ولو ميرا مش موجوده؟ بيقول لي طائر الماك باي عمره ما بيكذب. هقول له انت تعمل ايه دلوقتي؟ بيقول لي مش هعرف ارجع، ده اكيد. طب ما تيجي معايا واسيب كل واسيب التلاته دول يتصرفوا مع كل حاجه؟ لا ما اقدرش يا فار، لازم نحذر القنصليه. يعني اللعب الاخضر رجع، ولو ما صدقكش هتعمل ايه؟ انا شفت اللعب الاخضر بعناية الاثنين، وانا نفسي مش مصدق ان هو موجود، بس لازم احاول. هقول له انت بتتكلم كانك امير. زعل ما ردش عليا. يوم ما هغني اغاني عنك. طيب لما نشوف لو هعرف إيه، لو تعرف تكتب عني يعني. هقول له سلاس انا مجرد فور. بيقول لي تايلو انا ما ينفعش اتكلم عن اي فران تانية، بس انا ما شفتش مخلوقات كتيره يعني في شجاعتك. فقول له لو ما لقيتش مين انا خايف. بيقول لي خايف من ايه؟ هقول له الاقي مين يعني؟ بيقول لي انت اكيد هتلاقي حبك الحقيقي، انا اتمنى ذلك يعني. وهتلاقي كمان واحده مرتده، هي وقفت ضد الظلم، وانت لازم تكون فخور بيها. ما تخليش اي حاجه هي عملتها تبقى رايحه على الهدر يعني. بس فاقول له باي يا سلاس. بيقول لي هتمشي؟ اقول له باي. بيقول لي انا عايزك تاخد حاجه. امسك. الفار بيفتح ايده بيديك سكاب بيتل، خدها وخلي بالك منها، خليها معاك ماشي. لو احتجت اي مساعده مني بقول له هتعرف تلاقيك. بيقول لي مع الوقت لو انت انا دربتها كويس ماشي. تايلو بالنسبه لبرين هقول له ما تنساش برين ابني. بيقول لي عمري ما انساه. سلاس بيديك سكرول فيها ورق مشمع. امسك، دي خريطه بيريكليف. دلوقتي روح وقول باي باي للباقي. ما تنسوش ان سلاس هو السبب ان ابني مات يعتبر، عشان هو كان المفروض يقف ويدافع عنه وما عملش كده، فاهمين؟ ف
فحاسس بالذنب. طيب انا اكلم رولو، هنكلم دوينلان، بيقول لي انت حارب، بتقول لي انت حاربت بشجاعه فور، هو لا كل ده بسبب مساعدتك ليا، بتقول لي انا ممنونه جدا ان انا عرفتك يا فور، او انا ممنونه جدا ان انت شايفني اصلا. ماشي، هقول في تالي ممكن ترجع الارن بتاعتها اللي هي القنينه بتاعتها للمقبره، رجعها، احنا حراميه، احنا ما بنرجعش حاجه، احنا بناخدها بس. ولو هو ما طلبش منك انت يا جوستو، سؤال واحد بس، هي دوينلان محتاجه كل المجوهرات؟ ما تقلقوش، مش هسرع حاجه وارجعها، انا ارتاح دلوقتي جنب حبيبي هايث. ارتاح يا سيدتي، اوعدك ان انت مش هتتنسي، وداعا يا فوري تايلو. عشان كده دوينلان طلعت فجاه، لان دوينلان كانت معايا في الارن اللي اديتها لي، هي ادتني واحده لما انا اديت لها كل الحاجات، ادتني واحده كده. شكرا يا دوينلان. رولو القرصان، انا صلحت لك المركب بتاعك، هي قديمه بس هتعدي. يعني الصندوق هتعمل فيه ايه؟ هو محتاج يتاخد بعيد عن هنا ويدفن في مكان اعمق من كده، مكان ما حدش يلاقيه فيه تاني. انا اللي جبته هنا، فانا اللي همشيه من هنا. فسلاس بيقول انت مش هتروح لوحدك، جوستو في تالي كمان هيساعدونا، مش كده؟ ايه احنا بس تمام، هنتاكد ان انتوا تبعدوا خالص، ما تلاقوش. يا غبي بتقول ايه؟ ولا حاجه يا غبي. هقول له القرصان انت اللي قتلت السجين مش كده؟ عشان تحمي السر بتاعك. بيقول لي ايوه، عشان احمي عشان رولو الحديد هو اللي قتل السجين عشان يحمي مكان الصندوق عشان ما حدش يفتحه. اوكي. سلاس بيقول له كنت هتسيبني اتشنق كده؟ فبيقول له ما كنتش عارف اسيبك تتشنق ولا لا الصراحه. هقول له انت قتلت الحداد؟ بيقول لي انا اسف على ده، بس انا عملت اللي قدرت عليه عشان احافظ، يعني عشان ما ضايقوش يعني. هقول له طب الفلوس كنت بجمعها ليه؟ بيقول لي عشان عيلته. ده طلع ان رولو قتل الحداد الاصلي وكان حاسس بالذنب، فعشان كده كان بياخد مني فلوس لما كنت بساله اسئله عشان يدي الفلوس لعيلته، تخيلوا. اوكي. بقول لهم طب هقول له طب وبالنسبه لكريلود، بسال القرصان يعني. ايه ده؟ بيقول لي كريلود الضفدع الغريب ده، الضفدع الملعون ده، كان المفروض اكل رجله الثانيه واسيبه على الجزيره. هقول له انت اللي اكلت رجله؟ بيقول لي مش غلطتي. توز هيم كوكتد فور اس، بيقول لي هو اللي قطع رجله وطبخنا. بيقول لي بس انا هاخد بالي منه ما تقلقش. فاقول له هتاخده معاك مش كده؟ بيقول لي ايوه لو انت عايز كده. ففي تالي بيقول لي يبقى هتحتاج دي. ففي تالي اداله ايه؟ اداله رجل القرصان، صح؟ مش هم كانوا سايقين رجل القرصان اللي هو الفروج؟ فاداله تاني. فبيقول له ما تحكمش عليا، على الاقل احنا ما اكلناش رجل القرصان. ماشي. طيب هقول له عشان كنت تحافظ على سر الصندوق هل كنت ممكن تقتلني؟ بيقول لي ممكن، بس انا اعجبت بيك جدا يا فور، كان ممكن بس اقطع لسانك. ماشي. ففيتالي بيقول له انت اكيد سمعته بيغني عشان كده عايز تقطع لسانه، بيستظرف يعني او بتستظرف. طيب هقول له انا فهمت دلوقتي انت ليه ما مشيتش من هنا ابدا، انت كنت بتاخد بالك من الكنز. بيقول لي لا انا مشيت وبعدت من هنا، بس بعد كده رجعت تاني. اللي شفته في باريك ليف واللي حصل للطاقم بتاعي حاجه بتغيرني للابد. هقول له طب لو الشيء اللي في الصندوق ده مش اللعب الاخضر الحقيقي، امال اللعب الاخضر الحقيقي فين؟ فبيقول لي عارف اغنيه ذا جيلدد وورير؟ غنيها. ذا جيلدد وورير؟ اوكي. هي دي اجابتك. هتلاقي اللعب الاخضر مستنيك. انا دوست سكيب من غير ما اوصل، ما اعرفش جيلدد وورير دي فيها ايه. طيب هقول له غريبه، اللهب الاخضر ما كانش عارف يتفوق علينا. لا معرفش يحولنا لاي حاجه ليه، مين عارف؟ اظن ليه علاقه بالغابه دي. قصدك ايه بالغابه؟ لا بالخشب. قصدك ايه بالخشب؟ الصندوق الخشب كان عباره عن حمايه. اوكي ما فهمتش منهم عايزين ايه صراحه، بس احنا كده ودعنا الكل. بيقول لي عايز طاقيتي تاني. طاقيه القرصان بتاعته. اقول له طب عايز الايباد؟ بيقول لي لا خليها معاك، الموضه دي ادمت خلاص. اخذ لبس الطاقيه، ايه رايك؟ جرس الانذار بيشتغل، احسن لك تبعد يا تايلو، الحراس جايين دلوقتي حالا. كابتن خلينا نحرك المركب. ايه انتوا بجد هتخلوه يروح بالبتاع ده؟ او بيقول انت بجد تروح بالمركب ده؟
لغايه بيريكليف واقول له ميرا محتاجاني. بيريكليف مكان خطر يا فار، ما اقدرش اوعدك ان هي عايشه، بس انا شفت حاجات كتيره تخليني اصدق المستحيل. يعني اطلع هناك يا فار لغايه ما الطيار ياخدك لهناك. انت طلعت المركب وسلاس ودعك، وب يعني بزقه بسيطه كده المركب ماشي على البحيره. انت عارف انت اقوى ايه، انت اقصر المخلوق انا كنت ببص له لفوق في حياتي. مع السلامه يا صديقي. اوكي ودلوقتي ايه الكات سين؟ احنا خلصنا اللعبه. ومع ابتعاد صحابك من المنظور ببطء، انت رحت بيريكليف ودلوقتي رايح للضباب وال يعني المجهول. ايه ده بيقولوا لي ودلوقتي عندك امل وفرصه انك تشوف مراتك مره تانية وحاجات كده، ودلوقتي بقت مجرد اكتر من مجرد قصه شبح او حكايه فور. احنا خلصنا اللعبه يا اخوانا خلاص. يا لهوي ده جوستو في تالي وهم بياخدوا رجل الراجل. بس النهايه مفتوحه، هل هيبقى في جزء تاني يا ترى؟ سرقوا رجله وهو متضايق. اهو يا نهار ابيض والله العظيم عينيا بتدمع اقسم بالله. اللعبه دي اللي ما اعرفش حاجه في القناه كده من زمان، انا قلت لكم كده في الاول خالص، بس بجد لا يا جماعه لا بقى، حضنوا بعض يا اخوانا وقبل ما يمشي هو شكله. ايه دي مرة وبنته؟ سوري مرة وابنه، يعني جوزته قصدي يوه تايلو ومرة وابنه. يعني ايه انزايم دي؟ مش مصدق ان انا خلصت جوزته باتيل يا جماعة، مش مصدق بجد ان انا خلصت جوزته باتيل. هعمل ايه في حياتي دلوقتي؟ انا عمري ما بعمل دراما لما لعبة تخلص، بس اعمل ايه في حياتي دلوقتي بجد؟ انا مش عارف انا مستني ايه. انا مستني اشوف لو في حاجة تانية تطلع. هو شكله ما فيش رسومات تانية، خلونا نعمل سكيب خلاص. statistics بص خلصنا كل حاجه ما عدا تلاته كويست. الجليتش ده عند ناس كتير على فكره، الجليتش بتاع تلاته كويست ده عند ناس كتيره، وكاستمز كومبليتد نفس الكلام، فدي حاجه انا عارف انها جليتش. طب لحظه كده عايز اجرب حاجه. هو لسه منبه مرنش يعني، فهنجرب حاجه. هاتي كده لبسك ماشي. انا بنهي الكونفرزيشن معاها ماشي. اوكي ودلوقتي عايز اخد الحاجات دي. عشان عايز اروح للكوماندر احاول اكلمه يا اخوانا. نبقى جربناها برضو عشان ما يبقى جربنا كل حاجه. بس نعتبر خلصنا كل اللعبه يا جماعه، نعتبر خلصنا كل المهمات الجانبيه بغض النظر عن الجليتش. بص افهمكم ايه الجليتش ماشي. الجليتش عباره عن ان في مهمه معلش انا عارف ان انا نايم في الكرسي اللي ورا، بس انا حزين دلوقتي فانا قاعد حزين. في مهمه، المهمه دي انا مش عايز امشي منها. المهمه دي بتخلي يعني المفروض تكلم في تالي اللي هي كانت زعلانه ان هي كانت سرقت الدميه بتاعت ابني. المفروض تكلمها بالليل، ولما تكلمها بالليل هي هتقول لك انا مش عارف انام عشان في حاجه مأنبه ضميري. فلما تكلمها كده هي بتديك مهمات. انا كلمتها قبل كده بس ما ادتنيش حاجه. ففي ناس اتكلمت ماشي اوكي. في ناس اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده، بس الفكره بقى اللي زعل ان في ابجريد جديد يعني لشخصيه تايلو مش معانا، لان احنا ما عرفناش نعمل المهمه دي للاسف. بس فبس ده الجديد بالذكر يعني. ولكن يعني انا فخور بان احنا خلصنا، يعتبر ما فيش مهمه طلعت لنا وتجاهلناها يعني. كل الحاجات عملناها،
كل المهمات عملناها، القصة عرفناها خلاص. مر في الجزيرة ومفروض نروح لها، بس يعني هو راح لها بس احنا ما عرفش ايه اللي حصل بعدها. هل بقى اللعبة ليها اسمه ايه ده، ليها تكملة من نوع ما بعدين؟ الله اعلم، بس ما ظنش. هل في جزء تاني؟ ما ظنش والله، مش عارف الصراحة. يلا تعالوا نطلع نحاول اننا نلبس اللبس بتاع ال، هو احنا لو لبسنا لبس الملك اصلا قدام الناس هيعملوا ايه؟ معلش يعني سؤال مهم جدا، لو لبسنا لبس الملك ده قدام الناس العاديين اللي هم الحراس العاديين، هل هيجروا ورايا؟ لو هيجروا ورايا يبقى الكوماندر هيسداني. هو ايه حكاية الفرن نايم ده؟ صدقوا شكلهم هيجروا ورايا؟ ايه ده؟ هيجروا ورايا، هيجروا ورايا صدقوا؟ انا سيفت هنا. اوكي كده عرفنا حاجة مهمة، كده عرفنا ان مش فارقة انا لابس لبس الملك ولا لا، لان الفرقة مش هتصدق ان انا ملك، فاهمين؟ لان ده ملك قديم وهم عارفين ان ده مش انا، فاهمين حاجة؟ يعني مفيش حد مغفل بما يكفي ان هو يفتكر ان انا ملك يعني. بس مش عارف انا ليه طالع فوق عند اسمه ده. لحظة بقى كده عشان انا نفسي اعمل كده مرة اخيرة. ليوي ليوي، طيب باي. انا اسف انا اسف انا اسف والله انا اسف والله انا اسف والله انا اسف. الباب مقفول، انا نسيت انام. فين بقى انا؟ انام ازاي انا والباب مقفول؟ ايه ده الباب مفتوح؟ ايه الدراما اللي انا فيها دي؟ اوكي ماشي، نام بقى شوية. اصحى الساعة 6 AM ماشي ولا بدري كده؟ اعتقد بدري. اصحى الساعة 8 AM اوكي. البس لي لبس الذهبي، اللبس الذهبي. روح لي على الكوماندر. دي بس تجربة أخيرة يا جماعة، بس ايه من باب الفضول يعني. الكوماندر هيقول ايه مع اللبس الذهبي؟ الكوماندر هيقول ايه مع لبس الملك؟ حتى لو تصرفاته كانت غريبة، تصرفات الناس كانت غريبة معايا. انتوا فاهمين ان احنا حرقنا كل البانرز، جمعنا كل الورد، مش عارف ايه حاجات كده. بعدين لحظة 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 لحظة، اول حاجة ان انت لسه جلتشت. اول حاجة خلينا نخش عند الكوماندر، بعد كده عايز ابص على حاجة. افتح لي كده. اوكي ماشي اوكي، بس اهو فاتح اهو. اوكي اول حاجه خلينا نشوف الكوماندر هيقول ايه على اللبس ده، اللي هو اللبس الذهبي بتاع دولان. سكاو انت جبت الامر ده منين؟ ده رهيب. ايه لا دلوقتي حالا، ما ينفعش حد يبقى لبسه احسن مني. ده مش عايز يكلمني يا اخوانا. الو ده قال لي انت لابس لبس احسن مني ليه؟ ما ينفعش اصدقه. لا هنا ما ينفعش اقلع قدامه، يبقى انا ما ينفعش البس لبس الملك قدامه يا اخوانا. طيب يبقى خلاص، يبقى احنا ما ينفعش نلبس لبس الملك قدام الراجل ده. اخر حاجه بقى عايز اشوفها لور. لا مش كده. انفنتوري بوكس. لا طيب بص، هو انا في حاجه عايز اعملها الصراحه، عايز اشوف ده جلدد مش عارف ايه دي فيها ايه. فاحنا هنلبس الارمر العادي، انا مش عارف اوصله ازاي الصراحه، فنلبس الارمر العادي عشان انا عايز اغني للراجل الاغنيه عشان نشوف هي عباره عن ايه، فاهمين؟ لان الراجل ده ما تنساش ان احنا ممكن نغني له اي حاجه عايزين نغنيها الكوماندر ده، فهنغني له الاغنيه وهنشوف هو عايز يعني هي بتقول ايه. اللي هي الراجل اللي قال لي اسمع الاغنيه عشان هو بص بيقول لي العب لي اي حاجه، فغني له ايه فنها. ده مش موجودة هنا. طيب ماشي، ايه انا بعمل ايه؟ قلت F4 اللعبة تمام، وخليني اجيب اكتب The Gilded Warrior Ghost of a Tale. The Gilded Warrior Ghost of a Tale كان اسمها ايه؟ Ghost
of a tale all songs. كان اسمها ايه القصه يا جماعه اللي قال لي اغنيها في الاخر؟ ده جلد دوري. ايه هي اسمها جلد دوري اصلا؟ القصه الاغنيه بتقول ايه؟ And so at last to Viola's plain the Emerald Fired Army came. اوكي من الاخر كده she stood lined. انا هوريها لكم عشان تبقوا شايفين انا بقرا ايه. بس بقرا دي يا جماعه بقرا الكلام ده اللي فوق ده ماشي. Their perfect life sheer walls stood lined with the last of every living kind. Then from the ranks rode Duinlan bold as a man of skin and gold. Their courage bright black and white. ما فهمتش الصراحة، مش فاهمها. لو حد فاهم بقى يبقى يكتب في التعليقات تحت. بس كانت لفة جميلة الصراحة جدا، أنا انبسطت جدا بالسلسلة دي، وهيخلصت بحلقة ساعة بجد لأن احنا كنا عايزين نوصل للنهاية. هل في جزء تاني؟ ما أعتقدش يعني، مش عارف. هل في جزء تاني؟ أنا والله ما أعرف، أنا مش عايز أقفل قبل ما أعرف. إيه ده، هما كانوا عايزين يعملوها VR؟ ايه ده؟ في ناس لا بيلعبوها مش في ار يعني رسمي، بس في ناس كانت بتحاول تعملها في ار. مش عارف يا جماعه الصراحه، بس انا انبسطت يا جماعه والله العظيم انبسطت. ومش عارف اعمل ايه في الثامنيل، ومش عارف اعمل ايه في العنوان، ومش عارف اعمل ايه في اي حاجه. خدنا اتشيفمنتس كتير، وفضل لنا اتشيفمنتس كتير ما خدناهاش الصراحه، بس خدنا اتشيفمنتس كتير قوي. عارفين الاتشيفمنتس اللي وصلنا في اللعبه ايه؟ ان احنا نخلص كل المهمات جوست اوف ايطاليا ما كانش ينفع، وان احنا نخلص كل المهمات الجانبيه ما كانش ينفع. الاثنين دول ما ينفعش، فاهمين؟ وفي واحد ان احنا نخلص اللعبه كلها من غير ما نتضرب من اي عدو، وفي واحد ان ما حدش يشوفنا خالص طول اللعبه، وفي واحد ان احنا ما نضيعش انرجي بتاعتنا طول اللعبه، وفي واحد ان احنا نتعلم كل المهارات بتاعتنا، وفي واحد ان احنا نفتح 45 فوت نوتس مش عارف يعني ايه، وان احنا نلعب كل الاغاني في اللعبه او نشغل كل الاغاني في اللعبه. فحاجات عبيطه يعني، لو احنا فعلا خلصنا اللعبه. فاتمنى تكون عجبتكم، انا عجبتني جدا الصراحه. السلسله خلصت خلاص، بس فعندنا بقى بتاعه بوشن كرافت دي، وهنشوف لو جت سيشن سيميليتر هلعبها ولا لا. أشوفكم فيديو جاي إن شاء الله. سلام يا أستاذ.